السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. مبارك عواشركم، عيد مبارك سعيد. وبهذه المناسبه غنتشارك معكم الخبز في الفرن التركي بطلب المتتبعات، وكذلك غنشارك معكم هذا الخبز اللي بالزرارع زوين للهضم في هذه المناسبه مع اللحم، راه كيجي زوين هذا الخبز. ما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر، وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله في هذا الخبز ان شاء الله هو اللي غنشارك معكم، الخبز اللي كنديروه في العيد الاضحى، وكذلك غنشارك معكم كيفاش غنطيبوه في الفرن التركي على حسب طلب المتتبعات ان شاء الله. كنحتاجو الدقيق الابيض اي فورس، كنحتاجو جوج زلافات 500 غرام، كنحتاج دقيق الفينو غير زلافه فقط، وكنحتاج كذلك خميره الفوريه ملعقه كبيره، تقدر ديروا حتى الخميره المعجنه اللي عندكم. وبالنسبه للمنسمات ان شاء الله غنحتاج هنايا ملعقه صغيره، هذه الملعقه الصغيره فيها حبه الحلاوه والنافع اللي مطحونين، وكنحتاج ملعقه صغيره مملوءه ديال الملح، والملح كيبقى على حسب الذوق. بالنسبه كذلك المنسمات اللي غنحتاجو، غنحتاج هنايا الملعقه كبيره ديال السمسم او الجلجلان، حتى هو كيجي روعه. وكذلك احتاجنا حبات ديال الكمون، هذا كمون حبوب كنديروه بحال هكايا في الخبز، كيعطينا كذلك الهضم وكيجينا الخبز ريحته زوينه. هادو هما المكونات. وطبعا كنحتاج الماء اللي يكون دافي باش غنجمعوا هاد العجين ان شاء الله. غير تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر باش تشوفوا الطريقه والمراحل ان شاء الله اللي غنديروها في الخبز كيف شفتوه في النتيجه في اول الفيديو. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نخلطوا الدقيق الابيض مع فينو، تنخلطوهم مزيان، وغنوضعوا العناصر اللي ذكرناها. هاد الطريقه اللي غنديروها ان شاء الله طريقه ديال زمان باش كيحضروا هذا الخبز في المناسبه عيد الاضحى، باش داك اللحم كيعاوننا على تسريع الهضم. دابا غنحطوا هاد المنسمات كامله اللي ذكرناها. بالنسبه للخميره كنحطوها الوسط، الملح كنحطوه على الجنب، والباقي تنسيمات في الجوانب. وبالنسبه للخميره حطينا في الوسط باش نديروا الماء وندوبوا هذيك الخميره. من بعد غادي نجمعوا العجين ديالنا، وطريقه جمع العجين ضروري العجين غادي يكون مرخوف. قد ما جاكم هذا العجين مرخوف كيطلع لكم الخبز هش ومنفوخ ويجيكم زوين وسهل. دابا غنستمر باش غادي نجمع العجين والماء اللي يكون دافي. وفي هذه المرحلة ضروري كنزيدوا الماء وكنعاودوا نجمعوا العجين يعني غير غندلكوه، ماشي غادي ندلكوه يعني غير كنبقاو نديو فيه ونجيبو فيه، راه ما بقيناش قادين على الدليك. يعني ساهل، طريقة ساهلة، غير ترخفوا العجينة راها كدلك بوحدها، ولكن ضروري غادي نخليو العجينة ديالتنا ترتاح، وضروري تكون رطبة كيف كتشوفوا، ولكن مش لدرجة أنها تلصق معاكم. صافي كنغطيوها ونخليوها حتى تختمر وتاخذ الوقت ديالها ورجع معاكم. من بعد ما اختامت كما كتشوفوا بهذه الطريقه كتساعدنا حتى كتخمر لكم حتى مره ثانيه بسهوله، وحتى العجينه كتطلق. انتو كتشوفوا كيفاش كتطلق، ومن نفس الوقت ما كتلصقش بزاف، كنقدروا نتحكموا في العجينه كيف كتشوفوا في الصوره. دابا غادي نحيد قصريه وغنوضعها في المكان العمل، وغنقطعهم على شكل كرات. بالنسبه للخبز كيبقى على حسب الحجم الخبز اللي بغيتو، واش صغير ولا كبير. انا غندير خبز اللي متوسط، وغادي نقرصهم بالفينو بالدقيق الفينو، وتقدروا ديروا حتى الدقيق القمح الكامل، ولا تقرصوا بالبوله، يعني اللي بغيتو اللي كتفضلوا. نفس الطريقه ديروها ان شاء الله.
صافي درت هنايا 5 الكرات كما كتشوفوا، غادي نخليهم يرتاحوا فقط غير دقائق وعاد نبدا نقرصهم. هذه المرحله ضروري باش هذوك الكرات ملي كنجمعوهم كيترخفوا علينا، كيترخفوهم في المرحله الثانيه وكيسهلوا علينا باش نقرصوهم ويجيونا هذاك الخبز متساوي. دابا غناخذوا الخبز هذيك الكره الاولى وغادي نقرصوها. انتو كتشوفوا المنسمات كيفاش كيجيو. وبغيت نعطيكم واحد الملاحظه اللي كيديروها المخبزات بالنسبه للخبز، ملي تشوفوا الكره الوجه ديالها الاول تقرصوا عليها وتقلبوها الجهه الثانيه. ملي كتقلبوها الجهه الثانيه ما تعاودوش تقلبوها نهائيا، فقط كنقلبوها الجهه الثانيه على ديك الجهه. غادي نوضعوها في القراص كما كتشوفوا، هذه الجهه الفوقانيه هي اللي غنوضعوها على القراص. وملي نبغيو نطيبوها في الفرن كنقلبوا، يعني كنقلبوا الخبزه على الجهه الاخرى. هذه طريقه قلتها لكم باش اللي كديروها المخبزات باش كتجيكم هذاك الخبز زوين. ضروري انكم ديروه. هي باش كنخدم انا الفرن باش كنخدم الخبز ديالي، بغيت نشارك معكم حتى الطريقه. وغادي نستمر باش غادي نكمل هاد الكرات كاملين ونقرصهم بنفس الطريقه، غير ضروري الوجه الاول كنقرصوه وكنقلبوها الوجه الثاني صافي، ما كنعاودوش نقلبوها، فقط غير نقرصوها وتقراص، ما تكونش الخبز رقيق بزاف وما يكونش غليظ، يكون فيه شويه البابه، واللي ما كيبغيش البابه يقدر يرقق. انا كندير هاي غير في هذا الحجم كما كتشوفوا صافي. وغادي نستمر وان شاء الله ملي نكمل الخبيزات ديالي غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا، ودغيا غادي يختمروا الخمره الثانيه ونوريكم ان شاء الله طريقه الطهي. من بعد ما كنشوفوا الخبز راهو اختامر، بالنسبه للفرن التركي ضروري نسخنوه قبل. هانتو كتشوفوا راه شاعل، لان بزاف كيقولوا لي راه ما شاعلش، هو غير في الاضاءه كيسخن مزيان ومعاه اللاطه. اللاطه خاصها تسخن وتبقى تسخن الفرن مزيان، يعني تشوفوا انها سخن مزيان عاد ممكن نطيبوا فيه الخبز. ومتاكدوا انه سخن مزيان كما كتشوفوا، واللاطه نخرجوها سخونه، ضروري سخونه، ما ديروش فيها الخبز بارد. لان سبق ليا اول تجربه ديالي في الفرن فاش شريته درت الخبز في اللاطه بارده ولصق ليا، ما بغاش يتحيد ليا الخبز. هذا كنقول لكم على حسب التجربه اللي جربت. دابا غناخذ الخبزه الاولى وغادي نوضعها، وغناخذ غير العود، كندير غير ثقبه واحده. في هذه الحالات ثقبه واحده كتخلي الخبز ينتفخ احسن من انكم ديروا عده ثقوب في الخبز. دابا غنخليه يطيب لينا، هو راه كيطيب من الفوق ومن التحت نفس الوقت، ولكن بغيتو يطيب لكم من الفوق ومن التحت بسرعه خاص ضروري الفرن تخليه سخون مزيان، سخنوه يعني ما تخليوش بارد. انتو كتشوفوا الخبز كيفاش من جهتين طاب، وعلى حسب الطياب كيما بغيتو، بغيتو تحمروه بزاف، بغيتو تخليوه هذا اللون، على حسب نتوما شحال. وهذا الفرن ما فيش يعني التحكم باش غادي نحكموا بالدرجه كيفاش غادي يخدم لينا الفران، فقط غير هويا كنديروا كنسخنوا الفران مزيان وكندخلوا الخبز، وكيبقى على حسب نتوما مني بديتوا كتخدموا الخبز ديالكم كتعرفوا شحال كيطيب لكم. انا ما كيطيبش ليا بزاف، كيف كيسخن غير 10 دقائق كنكون ندير شي حاجه كنرجع كنلقى الخبز طاب. انتو كتشوفوا الخبزه الاولى راني قطعتها كيفاش جات غزاله ومفششه من الداخل، وهاي خرجت دابا الخبزه الثانيه كيف كتشوفوا محمره. وضروري تشدوا اللاطه بقاو دوروا من الجهات، الا بان لكم الجهه باقا بيضه كدوروا اللاطه تعاودوا سدوا عليه وتخليه يطيب. راه كيطيب بسهوله يعني راه ما كياخذش منكم وقت، فعلا الفرن التركي راه زوين في الطياب ديالو، غير خاصكم عاد تعرفوا الوقت ديالو راه دغيا كيطيب، ما ياخذش منكم وقت، واخا ما فيش كيفاش نتحكموا فيه ولكن ساهل. بقى لي غير 3 الخبزات غادي نكملهم معاكم ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. هذا هو الخبز ديالنا اللي خدمناه معاكم بالزرارع، كيفاش كيجي رطب وهشيش وقطني، يعني الخبز زوين وما فيش شي قوه الخدمه لا والو. وحتى العجينه ما دلكنا فيها ما والو، فقط غير العجينه كنخليوها كنرخفوها مزيان صافي، راه كيجيكم الخبز هو هذا كيطيب لينا من جهتين في نفس الوقت. والفران التركي كنتوما شفتوا بالطلب ديالكم بغيتوا الطريقه ديال الخبز كيفاش كنخدموا في الفران،
راه ساهل ماهن. وبالنسبه لهذا الفران راه هويا ما فيش، واخا الفران ما عندوش تريموستا وفي درجه غير عاديه، ولكن راه كيطيب من داك الشيء. سبق ليا جربت فيه الكيك كيجي رائع. نتمنى ان وصفه اليوم تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنساوش دعموني بلايك، تشاركوا في القناه اذا مازلتوا ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر صابوني، تفعلوا التنبيهات باش ديما توصلوا بالجديد. وشكرا على المشاهده، وبسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.